انطباع أولي عن Stranger Things في الجزء الرابع من المجلد الأول. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من الفيلم تي في، والنهاردة هنتكلم عن Stranger Things اللي بيجي في الجزء الرابع منه، المجلد الأول تحديدا، واللي بيجي في 7 حلقات، والمجلد الثاني هينزل في شهر 7 من حلقتين بس. نسيبنا بقى من الكلام الجد وندخل في الكلام اللي نفهمه مع بعض. بعد ما شفت الحلقة الأولى والحلقة الثانية من هذا المسلسل اللي بيجي بعد 3 سنين من عرض الجزء الثالث، أقدر أقول إن الجزء الرابع قدر إنه يتفوق على الأجزاء اللي فاتت كلها، وتحديدا في نقطة الرعب والسوداوية اللي بتصير في عروق النص والحوار اللي بيدور ما بين الشخصيات، بالإضافة إن العيال كبرت، وكبرت معاهم المسؤولية، وكبرت كمان معاهم المشاعر ما بين حب وغيرة وبحث عن مستقبل أفضل في مكان تاني. أما الأباء والأمهات فبيواجهوا مصير تاني خالص، وهو النجاة من الماضي اللي بيطاردهم لحد دلوقتي، مع ظهور أمل جديد إن ممكن الحياة ترجع تاني أفضل مما كانت. فيا ترى احداث الجزء الرابع من Stranger Things هتاخدنا لحد فين؟ مع بداية الحلقة الاولى انت هتشعر كده ان في حاجة مريبة، وده لو تخطينا البداية اللي فيها سسبنس شوية ودخلنا على اللحظة اللي فيها قلب بتحكي قصتها وهم وصلوا لحد فين، وكل اصحابها بقوا فين وراحوا فين، وتوتا توتا فرقت الحدوتة. وفي اللحظة دي احنا بنشعر بالريبة، او انا شعرت بالريبة، وده بالرغم من حالة التفاؤل في الرواية اللي بتحكيها قال اللي هي 11 يعني. لكن ورا هذه الرواية في سواد وسوداوية وظلمة بتحوم حوالين الموضوع، والموضوع ده بيزحف تدريجيا لافتراس أبطال المسلسل. أنا بقول كلام كبير وعميق قوي، معلش حاولوا تستوعبوا كلامي. بالرغم من كده أنا حسيت ببعض البطء في الأحداث، ويمكن الرتابة والملل ده حصل في أول ساعة من الحلقة الأولى، والحلقة الأولى بتيجي في 1:45، فأنت حوالي ساعة عايش في رتابة. ويمكن السبب في ده ان انا كنت بحاول افتكر هو الجزء الثالث حصل فيه ايه. طوال الساعة الاولانية من الحلقة الاولى بيحكي هو الناس راحوا فين، وكل شخصية بتعمل ايه في حياتها دلوقتي، مع تقديم شخصيات جديدة بنحاول نكتشف ايه علاقتها بالاحداث اللي بتحصل. لكن الكلام ده لا يعيب المسلسل لحد دلوقتي بالنسبة لي خالص. لا، المسلسل في الحلقة الاولى بنتكلم بقى في التلت ساعة التانيين في شغل تاني يا معلم. اللي انا بتكلم فيه ده خلى البناء الدرامي للحلقة الاولى بطيء شوية بالنسبة لي، اما بالنسبة للبناء الدرامي للشخصيات كان سريع جدا، كان تك 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 بتفهم كل واحد راح فين، وده عجبني اكتر خاصة مع الشخصيات الجديدة، ما حرقوش بنزين كتير. لكن لما بنوصل لنهاية الحلقة الاولى كل الكلام ده بيتغير، وبندخل في حالة من الرعب الغير متوقع. الحلقة التانية بقى بتاخد مجرى مختلف تماما، وبتدخلك بشكل كبير في الأحداث، وبتبدأ خطوط القصة والحبكة الدرامية تتجمع في قصة واحدة لكن بشكل تدريجي، علشان تصب في القصة الأكبر ونبدأ نشوف ملامح أوضح لتفاصيل الصورة الكبيرة لأحداث المسلسل. كلام عميق تاني بزيادة. الشاشة اللي ورايا قفلت، لسه واخد بالي، رجعت الصورة تاني، نكمل كلامنا. الحلقة التانية بقى بتاخدنا في مرحلة السي جي آي، وبنبدأ نشوف ملامح كده لحاجات وكائنات وشخصيات تكاد تكون واقعية جدا. المود العام بتاع الثمانينات كان بيعمل حاجة كده من النوستالجيا رائعة جدا، مع المزيكا والأغاني والأحداث واللبس وكل التفاصيل. أما عن المزيكا لعبت كمان دور مهم جدا في إن هي تعكس بعض الشخصيات وطباعها النفسية وشخصيتها عاملة ازاي. من الآخر وملخص كلامي اللي أنا كنت لسه بهبده من شوية، أحب أقولك إن المسلسل ده بيأتي ويختلف عن الحلقات والمواسم اللي فاتت بشكل كبير جدا. في نضج في الأحداث، الشخصيات بقى عندها نضج أكبر، بنشوف تفاصيل أقوى، بيبقى في أنواع من حالات الاستغراب لتبدل الحال لبعض الشخصيات، وفي نفس الوقت عندك تساؤلات جوه دماغك، هي الشخصيات ديت هيحصل لها ايه بعد كده؟ هل هنسير في نفس المود بتاع المواسم اللي فاتت، ولا هندخل في مود مختلف هياخدنا لنضج اكبر في التفاصيل والاحداث ونضج اكتر في الشخصيات؟ تحس نضج دي ان الفاكهة نضجت، الطماطم بقت ناضجة كده ومحمرة، حس ان انا فكهاني وانا قاعد بتكلم. من الاخر مش هتندم ان انت تتفرج على الجزء الرابع، ولو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت الحق اتفرج واستمتع
بهذا المسلسل اللي كان بداية نتفليكس الحقيقية. البداية اللي عرفت هي ايه نتفليكس مع مسلسل تاني اللي هو كان بلاك ميرور. وانا اعتقد ان الجزء الرابع من سترينجر ثينكس هيكون الحصان الاسود اللي هيرجع نتفليكس الى الساحة مرة تانية بعد تراجع نسبي نوعا ما في الانتاج اللي كان قوي في فترة من الفترات. لو حبيت اقيم الحلقتين دول هديلهم 9/10. يلا يا عم مش مشكلة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم. طبعا ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، ايه رأيكم في هذا المسلسل وايه انطباعكم عنه، انطباعكم الاولي. وطبعا اكيد بإذن الله هيكون في مراجعة كاملة شاملة وافية لهذا المسلسل لما اتفرج عليه كله. ساعتها نقدر ندي تقييم كامل وشامل يلم المنهج كله في كشكول واحد. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم مرة تانية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل جديد في الفيلم تي في. كان معاكم مصطفى مازن.